دائما نحن لما بندعي على الكنيسه ان كان بمدارس الاحاد او ان كان بالاخويه او الشبيبه او الطلائع لاي طائفه مسيحيه بننتمي دائما بذكرونا بدي اعطي فرصه لله بحياتك، بدي ربي هو يكون السيد على زيتك، بدي انسى همومي وعدت كل امتيازاتك، بدي اقوى على ضغطي وعلى ملذاتك، عندي فرصه مع يسوع، عندي فرصه مع يسوع، عندي فرصة مع يسوع، عندي فرصة مع يسوع. مرحبا يا اصحاب، اليوم عنا حلقه جديده، افكار جديده، غنيه جديده. هلا رح بلش انا وياكم اليوم حكينا هو عن السر، فكره جديده، بتعرفوا السر شغله كثير مهمه بين الاصحاب، بيخبروا بعضهم اسرار ما لازم نحكيها لحدا ثالث او رابع او خامس، والا السر ما بيعود سر. وبكل بلد عربي في عنا مثل عن السر، انه اذا تخطى اثنين خلص صباح النور. مشان هيك اليوم رح نحضر بسكتش افكار كثير حلوه، والغنيه كمان رح تخبرنا كيف نحن نخبر اسرارنا لربنا اول شيء، واذا في شيء كثير مهم لازم نخبره لاهلنا بالتالي، واصحابنا اذا في شيء سر عم نخبيه عن بعضنا او لبعضنا ما لازم نفضحه او نحكي لحدا ثاني. هلا خلونا مع سكتش ونبلش حلقتنا. بصراحه لا، ليش ضروري كل يوم نعمل هالشيء؟ اكيد مازن لازم كل يوم تقرا بالانجيل وتصلي. خيرا يا جميل يصلي ليش؟ مش عم بفهم، ما بتشعر انه في شيء غريب؟ رح خبرك قصة نجيب وزيد. نجيب وزيد؟ منو نجيب؟ لا لا مش هذا جميل من الحي الثاني؟ لا في شيء غريب عم بيصير بالحي. نجيب وزيد هول المزارعين بيزرعوا الارض وبيهتموا فيها. مش ملاحظ انه بدك تسمع القصة؟ اكيد ليش لا؟ مش عم بفهم. يلا يلا فترة ما عم تشوفه. نعم بابا نويل. كان في شخص اسمه زيد. شو خص بابا نويل؟ شخص قريب منا ومنحبه كتير. زيد عرفت سبايدر مان وراح حتى يزرع شجرة. شخص ببلش اسمه بحرف الف. فول وحمص؟ لا مش فول وحمص، انا عم بحكيك عن فريد. فريد صديقك. يا فريد نكش بالارض. يا فكرة سلمى زرع بذرة شجرة وسقيها. مازن ما أنا عم بحكيك عن هيدا الموضوع، فريد مختفي ومش معروف وينه. ليش ما بنتصل فيه؟ أما نجيب ما أنا اتصلت فيه أكثر من 10 مرات. جاروا لزيد بنفس اليوم قام كمان عبكرة بكثير. أهله يلي ردوا ودايما بيقولوا إنه فريد مشغول. مشغول؟ شو بده يكون مشغول؟ شو وزير الصرف الصحي؟ ما بعرف، بس لازم نعرف شو سبب اختفاء فريد. نكش بالأرض. عن إذنك مازن. باي. وزرع بذرة شجرة. لا لا لا. وسقيها. كبيرة. يا مامي رح صير ألعب. وينك يا فريد؟ باليوم الثاني قام زيد النشيط عبكرة بكير وراح تيشوف الشجرة. فسقيها ونظفها واهتم فيها كمان. حدا عم يرش دواء شو شايف؟ أما نجيب جاره لزيد بنفس اليوم قام متأخر من بعد ما طلعت الشمس بكير، وفجأة تذكر إنه يسقي الشجرة. فجاب مي. ليش مخبى ورا برميل الزبالة؟ وكب على الشجرة من فوق وراح ليلعب فوتبول مع أصحابه. سلمى أصطاك يا فلت سلمى. باليوم الثاني قام زيد قرب قرب لا بتصحى فايتة، تعال قرب لهون وراح تشوف الشجرة. اطلع ونظفها واهتم فيها وحط عليها دواء كمان. خلص عامل بحالك. ماشي ماشي. أما نجيب شو عم بصير معك؟ جاله لزيد بنفس اليوم قام مأخر كتير مختفي ومش معروف وتلفن لأصحابه بصراحة وضيع وقت معه بمشكلة. وعمل مشروع صغير. خبرني شو مشكلتك؟ ما فيني خبرك. ما فيك تخبرني لأنه حلوة كثير هالقصة. لأنه يا حرام لأنه هيدا سر ما بدي حدا يعرف. شايف يا مازن الشجرة ترمز لحياتنا الروحية مع يسوع. في أسرار ولا كل ما نميناها بقراية الإنجيل والصلاة. طيب هيك بتصير تكبر وتزدهر وتنمى وتعطي ثمر. توعدني أنا أما إذا هملناها مثل ما نجيب همل شجرته طبعاً أكيد ما رح تنمى وتزدهر وما رح تعطي ثمر. بصراحة بس جنى كيف يعني حياتنا بصراحة؟ أنا رسبت يعني بتصير العالم تشوف يسوع فينا مازن. يعني من خلال إيماننا بالله، محبتنا للآخرين، بس بدون لحدا، من خلال الصبر والتحمل بس تجينا أيام صعبة.
بس ليش صار لك اسبوع مختفي؟ ما عم نشوفك. شوقتينا نورة بالكلام وقدس اكثر واكثر واكثر من اهل الرصاصون كمان. وما تنسى تصلي كمان كل يوم. اوكي بدي اياه يدرس كل الوقت حتى ينجح بالامتحان الجاي. حلو انت هلا هربان من الرصاص. مثل ما شفنا مع مازن وجنى حياتنا روحية لازم دايما تثمد ولا تثمد لازم دايما نهتم فيها ونسقيها مثل ما بنسقي الشجرة. نهتم بحياتنا اليومية بناكل وبنشرب وبنهتم بحالنا وبننظف حالنا نفس الشيء روحنا كمان علينا واجب انه نهتم فيها ونخليها قريبة من يسوع نتمها وتعطي ثمار. رح بلش هلا انا وياكم نصلي ونرجع نغني غنيتنا سوا. بقول له يا رب بشكرك لأنك دايما بتخلينا قراب منك يا رب وفتحنا المجال أنه نتقرب أكثر وأكثر. عندك شي أخبار جديدة بخصوص سعيد؟ بشكرك يا رب لأنك بتعطينا حياة حلوة، بتعطينا عطايا كتير، عطينا أكل، عطينا شرب، عطينا تياب، عطينا أهل وأصحاب وكتير ناس يهتموا فينا بالمدرسة أو بالبيت أو بمحل ما منكون بالكنيسة. يا رب مثل ما بعلمونا دايما أنه نكون قراب منك ونهتم بعلاقتنا فيه. عطينا دايما الشجاعة انه مثل ما نقرأ كتير كتب ومثل ما ندرس كل اشياء كمان ناخد كلمتك وبالكتاب المقدس نقرأ ونفتح دايما الحوار معك ومن خلال الصلاة. يا رب نشكرك لأنك عم تستجيب دايما لصلواتنا لأنك بتسمعنا ونحن بنعرف لأنك بتسمع وتستجيب لأنك إله حي مش إله من التاريخ ولا شخصية راحت إنما أنت دايما موجود بيناتنا بتسمعنا وتستجيب لأنك نشكرك يا رب. لا ما بعتقد رح نشارك سوا هلا بغنية ان شاء الله تنقرب من بعض بس حاولوا احفظوها. في خبرك لانه انا صرت شوف انا وفريد كثير اصدقاء وما بعتقد عنه مش تخبرني هيدا مش عادي. اطلب الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب فلا تدع النهار يمضي ولا الشمس تغيب دون أن تصلي لله المتجلي دون أن تصلي لله المتجلي الرب هو هو يسوع اسمه علي علي. ليعلن أخباره كتابها كتابها في الإنجيل لنترك طريقه رسمها لكل جيل فتعالي نصلي لله المتجلي تعالي نصلي لله المتجلي الرب هو هو يسوع اسمه علي من فمه كلمة الحياة فصلي ولا تمل أمل أذنك اسمع الآيات لغيره لا تمل فيحلو أن تصلي لله المتجلي فيحلو أن تصلي لله المتجلي الرب هو هو يسوع اسمه علي وهيك يسوع دائما نحن مدعوين انه نعلي اسمه نمجده بكل عمل بحياتنا. هلا انا رح انهي اليوم معكم بغنيه اجى الوقت حتى ننام بنلاقيكم بالحلقه الثانيه. ما تنسوا ريسلونا بيطلع لكم سي دي تابعونا جمعه الجاي بنكشف كل جمعه بعضنا البعض بحلقه جديده وبيبقى الموضوع صدق بيا مش لازم نخبر حدا والكل بيعرفه. ما بعود فينا نعمل شيء الا انه نعتذر من الشخص بس حتى اوقات الاعتذار من الشخص بيكون عامل مشكله كثير كبيره يعني مع الاعتذار ما بيصير شيء. مشان هيك خلينا نتعلم اذا حدا من اصحابنا امننا على سر لازم يبقى سر بين اثنين مش اكثر وهيك كمان مع ربنا
ربنا ما لازم يكون عنا أسرار معه، تعرفوا ليش؟ لأنك سهران علي وملايكي من حوالي ومدفي بإيدك إيدي صار فينا. لأنك خالق الدنيا كل شي فيها بيطمني، بتخاف علي أكتر مني صار فينا. نكشف أسرارنا قدام ربنا، وإذا نحن مغلطين تجاه حدا وخبرنا هالسر لربنا نكون عم نعترف بغلطنا. مشان هيك بيننا وبين الله لازم يكون في أسرار أبداً أبداً أبداً. وخلينا نغني هالغنية اللي بتعلمنا عن هيدا. إجا الوقت إجا الوقت إجا الوقت It is time. بدو بسهرية قعدوا أمي وبيكي حكيوا لي خبرية عن واحد سرسار بيحكي عن رفقاته وعن أهله وخياته ومن كتر حكياته بلا رفقة صار يا فايل شو بعد الوقت قالوا لي تخبري خبري بقلبي بس بيني وبين ربي جلوة عندي أسرار جلوة شو بعمل وحدة قالوا لي تخبري انا دهلي وخبرني عن شغلي ما بيسوى غير اهلي خبرهم شو صار يا كيس صار شو بعمل محتاج قالوا لي تخبرني